نعم لو تتكرمون علي نتعاون في نقل الطاولة هنا حتى تكونوا مرتاحين في الجلسة. تعال من ناحية طبق المذيع أنت تركي متمكن أبو سلطان هلا جاهز؟ يلا أبشر يا أخي أبطال والله الله يكرمكم. هلا حبيبي نسمع سعد أسعود. ليش أنا أقول لك؟ لأنك سعد وسعادة. أسلم تراني جاهز مرة. جاهز؟ جاهز جاهز مرة؟ مرة. أصلا كلكم ستمرون على هذا المكان. أسلم المكان هذا لا يحلو إلا بكم. ممتاز برافو عليك. الكرسي الثاني الله يكرمك. قبلش أني بروح أكمل غداء. أنتظرك أبدأ عشان تقدم الآن؟ إيه. طيب خليك يا حبيبي عبد الله هنا. إيه تفضل. تريد تكون مقدم ولا ضيف؟ مقدم. ممتاز. الآن مشاهدينا الكرام راح نشوف هذا النموذج. حبيبنا سلطان مقدم وعبد الله العتيبي ضيفا عليه. موضوعك سيكون عن الثقة بالله. الثقة بالله. تفضل معك دقيقتين. نجلس ولا نكون واقفين؟ هذه كاميرتك. لا لا اجلس. هذه أنت كاميرتك هذه هناك. عبد الله هذه كاميرتك. يلا تفضل. الكاريزماتك خليك شموخ. يا شباب يا شباب المقدم لا تخلي ظهرك منحني ولا تلزق ظهرك بعد. الانحناء الظهر يدل على اشياء كثيره في الاعلام، على عدم الثقه، على عدم كذا. خليك يلا هذه لف على الكاميرا هنا. يلا ابدا على نحسب لك على ثلاثة. واحد اثنين ثلاثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائنا المشاهدين حضورنا الكريم نرحب بكم اجمل ترحيب، فاهلا وسهلا بكم. سعيد بتواجدي معكم في هذه الفقرة. موضوعنا مهم لدى كثير من الناس وهو بعنوان الثقة بالله. ولقد أحضرنا إليكم رجل له الذكر وله جميع الصفات التي تفيدكم، ونرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله العتيبي. مرحبا حياك الله أخوي عبد الله. يا مرحبا فيك. أيضا أشكرك على الاستضافة وأرحب فيك وأرحب في السادة المشاهدين. مرحبا حياك الله. الله يبارك. سعيدين بتواجدك معنا. أعزائي المشاهدين طبعا موضوعنا مهم وله عدة فروع وله عدة طرق وله هدف أساسي. موضوعنا ضيفنا العزيز هو الثقة بالله والتوكل على الله، التوكل التام. فماذا تحب تقول لشخص أراد أن يصل إلى هدف وهو معتمد على بشر ولم يعتمد على الله الاعتماد التام، إنما علق ثقته واعتماده بالبشر؟ أولا أكرر ترحيبي فيك وفي والإخوان المشاهدين والموجودين معنا هنا. وموضوع الحلقة عن التوكل بالله شيء ضروري وشيء في الإيمان نفسه، فالله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. والتوكل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح بطانة وتعود خماصة. جزاك الله خير. سعدنا بتواجدنا معكم إخواننا المشاهدون حضورنا الكريم. لا نقول لكم وداعا ولكن إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ ناصر أبي تنقلوا أبشر راح نرجع بعدين. أبشر بعدين نعكس الأدوار. ما شاء الله منور. نور نورك. الله يسعدك. الله يكرمك. شكرا يا عبد الله. العفو. تألقت. شكرا. الله يحفظك. الله يعافيك. يلا راح أعطيكم بعض الملاحظات للجميع. وحلو أول مقدمة اختياركم للمواضيع وتنسيقكم. شوفوا يا شباب عفوا لازم كل شيء يكون مرتب. ترى التعود على الترتيب مرة سيكون لك سجية في حياتك. أول مرة تقدم. شوفوا يا شباب أولا أشكر حبيبي سلطان وحبيبي عبد الله على هذا التقديم، لكن بعد هذا الجمال وبما أنك أول مرة تقدم وأول مرة تنظر إلى الكاميرا، في ملاحظات نختصرها كالآتي. أول واحدة، في عالم الإعلام
وفي عالم التقديم حتى في الدورات أو كذا لا تقول عن برنامجك أهلا ببرنامجكم الجميل أو الموضوع المهم أو كذا، يعني قضية موضوع المهم قد تقبل يسموها نوعا ما، لكن لا دائما أترك الجمهور هو الذي يمدح برنامجك. لما تقول أهلا بكم في برنامجكم الرائع والجميل، أول مشاهد يقول على أي أساس جميل؟ يعني هو ينتقدك، طبيعة البشر هكذا. الأجمل لما تكلم عن هذه براحتك، القناة غالبا لأنه الإنسان قد يميل إليها وإن كان احترافيا غالبا تسمي القناة فقط. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الواقع، تحية طيبة، لقاء جديد من سيرة ومسيرة، يعني غالبا كذا. لكن في اللقاءات الودية والبرامج الواقعية وكذا هذه قد تقبل. الأمر الثاني، إذن لأنه في عالم البشرية سبحان الله البشر في نفسياتهم، لو الآن أفتح أنا ونايف شراكة شركة، لو أقول لك نايف بما أنه إحنا شركاء في هذا المكتب العقاري سيف لكن أقول لك أنا مديره، ردة الفعل الطبيعية عند البشر تقول ليش مو أنا مديره؟ لما قلت لك أنا مدير قلت لي أنا مدير، لكن لو قلت لك فتحنا شركة وترى أنا ارتأيت أنك أنت تكون مديرا لها، ردة الفعلك الطبيعية وش تقول لي؟ بالعكس، ليش ما تكون أنت المدير؟ شوف البشر، البشر بقدر ما تعطيه سيعطيك، تريد أن تأخذ تحمل ضريبة الأخذ. فلما تقول للمشاهدين أهلا بكم في برنامجكم الرائع والجميل، يقولوا على أي أساس قلت أنه رائع وأنه رائع وجميل. الأمر الثاني، هذه ألفاظ لغوية، لا تقل سعيد بتواجدي معكم. الوجد حالة شعورية، الوجد، لكن سعيد بوجودي معكم هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة. إذا كنت تعبر عن حالة شعورية تقول التواجد من الوجد، إذا كانت حالة شعورية فهو نعم تواجد، لكن لغة الذين يعبرون في الإعلام سعيد بتواجدي معكم هذا من أكبر الأخطاء الفادحة ويجب ألا يقع فيها مذيع. أهلا أنا سعيد بوجودي معكم، من الوجود، من الكينونة وليست من التواجد. أعطيكم شيء ثم نأخذ نموذجي. في واحد مرة من المرات ذهب إلى حوش البيت، وجد أن فأسه قد سرق. يعني هذا رجل عنده كذا حوش وجاء يبحث عن الفأس، وجد أن فأسه قد سرق. قال فشككت في ابن الجار، قال قلت ما سرقني إلا فلان ابن جارنا. قالوا خرجت أنتظره، قال فعلا وهو قادم فإذا مشيته بمشية سارق. قال لما وصل عندي فإذا عيونه عيون سارق. قال سألته عن الفأس، وين الفأس؟ قال ما أخذته أنا، قال حتى طريقة كلامه كلام سارق. ركزوا معي، إذن هو يمشي، قال هذه قلت مشية سارق معناها أكيد عنده. قال وصل عندي ورأيت عيون وقلت هذه عيون سارق. قال لما قلت له وين الفأس، قال ما أخذته أنا، قال فحتى طريقة كلامه طريقة سارق، طريقة حديث سارق. قال لكن مشيت وعرفت أنه هو السارق. قال دخلت للبيت وفتشت جيدا وجدت الفأس. قال فخرجت أنتظر ولد الجار لأعتذر له. قالوا هو يمشي فإذا بمشيته ليست بمشية سارق، ولما وصل عندي عيونه ليست بعيون سارق، ولما اعتذرت له تراني وجدت الفأس وقال عذرك مقبول، طريقة حديثه ليست بحديث سارق. قال فعرفت أنا السارق لمشاعره، وسارق لأخلاق الرجل، وسارق لسوء الظن. شاهد ذلك من أصدق ما كان يقوله المتنبي أو قاله المتنبي وقاله الشعراء قديما وحديثا، وسآتي إليه، أنه مثل ما تتوهم، واللي يعطيني هذا بيت الشعر له جائزة، مثل ما تتوهم سترى الناس بعين وهمك وبعين خيالك. هو الآن لما كان يعتقد أن الولد هو السارق قال مشيت سارق وعيون سارق وكلام سارق، لما وجد الفأس في البيت هو بحث فقط، تغيرت النظرة. إذن إذا ساء المرء ساءت ظنونه وصدق ما كان يعتاده من توهمه.
حتى في الإعلام لما تجلس هنا إذا رأيت الناس أنهم أعداء ويجب أن تنتقم منهم ستقدم بطريقة بشعة، ولما ترى أن الناس لهم بفضل الله كبير وفضل عليك أنهم جلسوا ليتابعوك ويعطيكم من أوقاتهم لا تصفي حساباتك الشخصية على الشاشة. كم يرد عليك واحد في تويتر أو في سناب أو في الحياة حتى في مجلس خمسة ثم تأتي لشاشة يشاهدها الملايين ترد؟ هذا من أكبر الأخطاء. أريد نموذجين، تفضلوا معي. خليني أخذ نايف، تفضل نايف، تكون مقدم ولا ضيف؟